أعزائي المشاهدين، نتحول إلى موضوع آخر. فالإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي تبذل جهودا حقيقة كبيرة واستثنائية، حرصا منها على سير عملية السفر بسهولة ويسر، وتضمن للمسافرين راحة في تنقلهم من وإلى دولة الكويت. مطار الكويت الدولي من أكثر الجهات حيوية في البلاد، والتي تشهد حركة على مدار الساعة وفي طوال العام. فالسفر نشاط غير متوقف يجعل مطارات العالم، ومن ضمنها مطار الكويت الدولي، على استعداد تام دائما لتنظيم عملية السفر. وبالنسبة للمسافرين فإن العملية تبدو سهلة بعض الشيء، إلا أن عاملي المطار يبذلون جهدا في عملية منظمة، كل حسب دوره المقرر له والجهة التابع لها، لتظهر الصورة المكتملة بعملية سفر سهلة ومريحة للأفراد. الإدارة العامة للطيران المدني إحدى أبرز الجهات المتممة لعملية السفر، والتي يبذل عاملوها جهودا كبيرة تكون أساسا في تيسير عملية قدوم المسافرين ومغادرتهم، بل وحتى التوقف المؤقت في مطار الكويت الدولي، وخدمات أخرى كثيرة تتضح أهميتها في حال توقفها، حيث سيتبين أثرها المباشر في عملية السفر. دور كبير وبالغ الأهمية تلعبه الإدارة العامة للطيران المدني في الحفاظ على استمرارية العمل بمختلف جهات المطار، حتى أصبحت الحياة المستمرة في عملية السفر ترتكز بالدرجة الأولى على ما تقدمه هذه الإدارة من خدمات وما تبذله من جهد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الأستاذ منصور محمد الهاشمي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني. مرحب فيك أستاذ منصور في برنامج العالم هذا الصباح، أحلى وسهلا فيك. طبعا إذا ممكن نتكلم عن مشروع مبنى الركاب الجديد، أكيد الكل من المشاهدين حين يتسألون أين وصل مشروع مبنى الركاب الجديد. هلا حياكم الله، صباح الخير. مشروع المبنى الركاب الجديد إن شاء الله يعني على قولتهم خذينا الطريق فيه ومشينا، تم تسليمه حق وزارة الأشغال مشكورة من 28/8، تسويق الموقع وتجهيز المكاتب اللي موجودة والأمور هذه الفنية الخاصة بالمشروع. نعم. المشروع ما شاء الله عليه، يمكن الكل تداوله بالتلفزيون وبالأخبار، أن له شغلات متطورة من الليفل A يعني بالتصنيف الذهبي عالمي، لأنه راح يكون إن شاء الله معماريا شيء ما حد يتوقعه، لأن كل شيء فيه صديق البيئة، من الإضاءة، من المساحات الخضراء داخل وخارج، من المكونات والبيئة التحتية له، كلها شيء تصنيف الـA. وراح ياخذ إن شاء الله من 12.5 مليون إلى 50 مليون راكب، نقلة نوعية كبيرة في بالديزاين وفي بالاشكال وفي الامور هذه كلها، يتعدى ال 120 كاونتر اصدار بطاقه. عندنا البوابات كبيره من 25 الى 50 بوابه لاستيعاب جميع احجام الطائرات. نتمنى ذلك. نعم. استاذ منصور، كلمنا عن دور الطيران المدني، يعني مسؤوليتها ودورها اساسا، نعرف المشاهد. الطيران المدني الجندي المجهول بالمطار. الطيران المدني هي المظلة اللي كل أجهزة الأجهزة والجهات الرسمية تغطيها. الطيران المدني عندنا دور لهم كبير، من أخذك للتذكرة احنا مسؤولين عنك، بالتشيك إن، العفش، توصيل عفش الطيارة، توصل بالسلامة للديرة الثانية، كلها تحت رابط الطيران المدني ودورهم وفاعليته. احنا عندنا راكب مقصور علينا بس يحط جنطته ويصعد الطيارة ويقعد على كرسيه ويسافر، لا، تحت عيننا لما يوصل الديرة الثانية ونتأكد انه وصل بالسلامة، ويوم يرد مرة ثانية هذه كلها تحت نظر، من توقيت، من جدولة، من الرحلات، من الطيران، كله مو هذه. يعطيكم العافية أكيد على هذا المجهود. إذا كنا بنتكلم عن سياسة الأجواء المفتوحة والخدمات الأرضية بشكل خاص، إلى أي مدى ساهمت في تطوير عمل المطار؟ نعم، عندنا لا يخفيكم الأمر سياسة الأجواء المفتوحة توقع 2006 بدعم من القيادة السياسية.
الأجواء المفتوحة افتحت لنا آفاق كبيرة للمطار. تيون المطار تشوفون زحمة صح؟ طبعاً. هذه الزحمة طالعونكم من الأجواء المفتوحة. الأجواء المفتوحة افتحت لنا سقف مفتوح لجميع شركات الطيران. عندنا أكثر من 47 شركة طيران عالمية تشتغل عندنا بالكويت. زدنا قبل يمكن 2006 كنا 7 مليون 8 مليون راكب، الحين تعدينا 12 مليون راكب بسبب الأجواء المفتوحة. هذه السياسة عطت مجال للنقل الجوي كبير، تشغيل وعطتنا الناقل الرسمي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة قدرتها التشغيلية تعدت 80% أن الطيارة تروح وترد. يعني هذا شيء كبير، وعندنا المطار المساند وعندنا مبنى الجزيرة، بإذن الله خلال سنة راح يستوعبون الزيادة اللي عندنا بالنقل الجوي. أرقام مو سهلة، يعني أرقام كبيرة. نعم نعم، الله يعطيكم العافية. أستاذ منصور، في إجراءات حق مواسم، قربنا على إجازة الربيع، في مواسم في إجراءات معينة تحاولون تأخذونها وتسوونها لتسهيل عملية تنقل المسافرين؟ نعم، احنا دائما يعني مطار الكويت شغال 24 ساعة بسبعة أيام على مدار السنة. أوقات الذروة هذه عندنا قطاع المطار مشكورين بجهودهم من الوكيل والإدارات المعنية فيه، دائما تكون خلية نحل متواصلة من فرق إسناد، من فرق عمل مع الجهات الداخلية، الجمارك، الصحة الكويتية، الناس، الأمور هذه كلها نقعد على طاولة مستديرة ونتكلم عن كم الضغط اللي عندنا، كم الإكسترا فلايت، كم الطيارات الإضافية، كم الرحلات، حجم العطلة، الناس اللي بتسافر، الناس اللي بترد على طائرة مستديرة، ونقعد نوافق الأمور هذه كلها من موظفين إسناد، من موظفين دعم، من موظفين من وزارة الداخلية الله يجزاهم خير، من موظفين الخطوط الجوية الكويتية، الشركات المقدمين الخدمات، كل يتعاون معانا بهالأمور هذه. جميل جدا. طيب أستاذ منصور، إحنا كمسافرين، كمواطنين، كمقيمين في دولة الكويت، وقت اللي نبي نسافر وتكون هذه فترة الأجواء اللي هي الأعياد أو العطلات الصيفية أو عطلة الربيع الحين بعد اللي راح نشرف عليها، شنو تنصحونا في احنا كمستخدمين لهذه الخدمه اللي تقدمونها لنا؟ نعم، احنا يعني من مكاننا هذا الله يجزاكم خير نحب نعطي ارشادات عامه حق المسافر. المسافر دائما يعني يتاكد من حجزه، يتاكد من وثائق السفر اللي هو يسافر فيها تكون صالحه، يتاكد من الفيزا اللي عنده، يتاكد من اموره. دائما في حجز وحجز اخر، نقول الحجز بالتوقيت 12 ساعة وتوقيت 24 ساعة، دائما يقول له الساعة 12 بالليل أي اليوم الثاني يكون الحجز، لازم يتوافق ويطالع الحجز أدق بالأمور هذه، وتأكد من إجراءاته وتأكد من أموره واصطحاب الأطفال وإجراءاتهم وجوازاتهم ووثائقهم. وفي إجراءات عامة أن دائما كل ديرة تروح لها تحتاج فيزا، تحتاج إجراءات، لازم أنت تكون مطلع عليها وتشوفها وتشوف شنو الدولة اللي أنت قادم لها، إجراءاتها، أمورها، حتى بالمواد اللي انت ماخذها معك، مرات في امور محظوره عليك هناك، الاكل، الشغلات اللي موجوده عندنا تكون محظوره ببعض البلدان، فلا بد ان الكل بني ادم يكون حريص على اجراءاته واموره وشغله اللي وياه والديره اللي رايح لها. طبعا لان خصوصا الحين بعد يعني هذا يمكن يكون واجبنا احنا كاشخاص راغبين في السفر، انه سهوله الاطلاع والبحث، يعني الحين ما في الا جوجل، يعني في اذا اي احد يبي يسافر اي شيء يقدر هو يتجه الى الانترنت ويبحث عن البلد اللي يبي يسافر له ويطلع على الاجراءات اللي مطلوبه وغير مطلوبه فيه. واكيد العوده اليكم للتاكد من هذه المعلومات. نعم، هذه الاجراءات موجوده، وكنا دائما نحب ان اللي يجينا ياخذ فتره معينه من ساعتين الى ثلاث ساعات عشان الزحام الموجود والاجراءات المتبعه عندنا بالمطار الكويتي الدولي عشان ياخذ وقته فيها، وتكون دائما احنا اللي يسافر ما شاء الله ياخذ ويا اثنين وثلاثه واربعه وخمسه، خلي اللي يسافر يودعهم يعني بالبيت او بالتليفون عشان لا تصير الزحمه اللي عندنا، مرات مناطق تجمع تصير عندنا كثيره فتاثر على المسافر. يعني احنا ذينا وقعدنا نسولف مع واحد ورانا واحد بيسافر مع جنطته يشوف الكيو هذا يوقف ويتاخر وكذي، يعني على قولتهم نتعاون معاهم ونكون اللي بيسافر اي بروحه او مع واحد واثنين نغل من الفتره. المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الأستاذ منصور محمد الهاشمي. أستاذ منصور، سعداء بتواجدك معنا، الله يعطيكم العافية. حياكم الله، وإحنا أسعد، ولقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.